مرحبا بكم. اليوم الناس كل في قناتكم مساحة، كما تعرفوا معنا الضجة اللي صارت والحكاية نتاع المرسلة تابعة قناة التاسعة، شنو قالت بالضبط العباد اللي مصابين معنا اللي في الحجر الصحي. اليوم الحكاية وما فيه انه علي الشابي بالرسمي حب يركب على حدث وحب يعمل البيز، خاطرش الحكاية متزامنة. علي الشابي معنا يعود لكم بعد 5 سنين على المباشر. نورمالمون انتم وحدكم تفهموا، وحسب ما عملنا احنا تحريات على الموضوع هذا، على الشاب فعلا عنده ترخيص معناه مش يخدم في الدومين هذا وعنده الحق باش يمشي يصور، لكن ما عندوش الحق انه مش يسال اي انسان غاديك الا باراده كل انسان مريض. وانت في الفتره هذه يا علي وقناه التاسع عباد مرضى ماشيين معنا ال11 نتاع الليل دقوا عليهم الباب، العباد مش في بالهم معناها من الاشخاص اللي يرعوا فيهم غاديك اللي يحميوا فيهم، تلفتوا يلقاو كاميرا على المباشر ومعها مرسه تسال فيهم في اسئله. عباد بنحيه يموت وعباد تستغل معناها في الحدث، تحب تركب تحب تعمل ضجه تحب، وعملت لايف معناها بعد 5 سنين ما صارتش تحكي علاش عملوه كان اليوم بالذات، عباد يعلم بها كرب. وبرشا راهو برشا عباد انتقدوا قناة التاسعة وعلي الشابي على الحكاية اللي عملوا فيها، واكتشفوا انه علي الشابي بدون ضمير، فعلا بدون ضمير هو معناه والعباد اللي تخدم معاه في قناة التاسعة. والأدهى والأمر معناه والحكاية ذي اللي كلها صارت على المراسلة، خاطر قليل التربية. وانت كي مشيت غاديك تعرف روحك شنو قادم، بربي سامحني انت كي سمعت الكلام تعرف انت في دومينك لازم باش تجي فترة مدة زمنية في ما نعرفش باش نهار باش تسمع الكلام، خاطر الدومين هذاك فيه تسميع الكلام، تجي معناها باش تخرج خاطرك انت تنرفز تقول لهم انا هاني مروحه وانت مخليك لكم الدود يا خماج. بالرسمي معناها لا عندنا اخلاق في تونس، لا عندنا تربيه ولا عندنا حتى شيء. وبالرسمي فضحتونا، الله لا يفضحكم، بالرسمي الله يفضحكم بالعلام بالسياسيين والله العظيم تشوفوا العجب في الدوله قسما بالله، تشوفوا عباد مواطنين يحتكروا في الماكل يحتكروا في كل شيء. يا معلم رانا مسلمين يا معلم، يودي رانا مسلمين يا معلم، علاش هكا العذاب؟ عباد العالم يستغل في الفترة هذه، عباد مرضي يحب يتلانسي قوي قناة نتاع حوانة كيف كيف دبوات، رجال الأعمال ما تحكيش، جوامع مسكرة، فهمتني ولا؟ والشيء اللي يثبت لك اللي دولة فاسدة أن الدبوات معناها فهمتني ولا الدبوات نتاع الشراب يعقموا فيها والجوامع مسكرة ما تعقم. يا ودي بالرسمي إن شاء الله ربي من عندي أنا يحرقها العباد، حتى كان أنا غال إن شاء الله يحرقني معاه، بقلة جدا.